فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء